ما عندناش كهنوت، احنا ما عندناش بابا ايه يعني، اذا قال انتهى كل شيء ويفتح ابواب الجنه ويفتح ابواب النار. كيف ارى اني من اهل السنه واخالف اجماع اهل السنه في بعض المسائل؟ كوني من اهل السنه هذه حقيقه، حقيقه نشات عليها، حقيقه مذهب اهلي اهل بلدي، نعم، وحقيقه انني الى الان لم اتحول، وليس لدي نيه لانه ليس لدي قناعه انا اتحول عن مذهبي السني، فانا سني وقناعتي الان لا تزال سنيه في مجملها، لكن لست عبدا لاهل السنه والجماعه. انا من هؤلاء، من ابناء اهل السنه والجماعه بحكم ما ذكرت، لكنني لست عبدا لهم ولست عبدا لاجماعاتهم. موقف عدنان ابراهيم الاجماع، انا عندي موقف حتى من الاجماع، انا لا اؤمن بوقوع الاجماع، الاجماع الشرعي الذي يتحدث عنه علماء اصول الفقه هذا لم يقع، وان كان وقع فبده يكون وقع فقط في عصر الصحابه في مسائل يسيره جدا جدا. اما الاجماعات التي مستندوها القران الكريم، اجمع على نص قراني، فهذا يفيد فقط في حاله واحده، يفيد من زاويه واحده، ان هذا النص لم يقع حول فهمه وتاويله خلاف، فالحكم ثابت بالنص ولا بالاجماع؟ بالنص. اذا على كل حال لا احب ان اخوض مساله الاجماع، و يعني هذا ما احببت ان اقتضب الجواب عنه بسرعه.